فقرتنا الأخيرة مع ملهم مغني الراب السعودي وفنان الهيب هوب. أطلق مؤخرا أغنية بعنوان مواطن سعودي بأسلوب فن الراب العربي. قدم مجموعة من الأعمال تنوعت في مضمونها باللغتين العربية والإنجليزية، أبرزها سينجل التي حققت المرتبة الخامسة، Me Against the World التي حققت المرتبة الخامسة في قائمة أفضل أغاني الهيب هوب في تطبيق أنغامي. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو ملهم مغني راب سعودي. صباح الخير يا ملهم. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني مواطن سعودي هي آخر أغنية أنت طرحتها، وهي كانت بمناسبة اليوم الوطني السعودي. صح. طبعا اللي كان من خلال أيام. كلمنا عن العمل ازاي، مين اللي اشتغل عليه معاك، مين اللي عمل لك الموسيقى الكلمات؟ أول شيء صباح الخير. صباح العافيه. الأغنية تكونت من فريق جدا جدا رائع، كذا أحد صراحة ساهم في العمل. أولهم أمل اللي هي مشاركتني في العمل بصوتها. حياتنا الأمل طبعا، صوت شجي ورائع، حلو المكس مشاركتها. أيوه يعطيك العافية. وهذا الشيء اللي احنا كنا نبغاه، إنه يكون صوتين نوعا ما في كيمستري ومنسجمين مع بعض. وفي فريق عمل جدا رائع اشتغل على الفيديو كليب، سكاتر برودكشنز وريل توك ميوزك، اثنين من جدة ما شاء الله عليهم، برودكشن هاوسز وليبل، وكانوا من الناس اللي هم صراحة جدا جدا مهمين في ترتيب الميوزك فيديو اللي اشتغلنا عليه لمدة أسبوع كامل، ما وقفنا، فما قصر الشباب يعطيهم العافية. جميل. طيب ملهم، ما أعرف يعني ليه اخترت أنك تغني الراب، الراب تحديدا في البداية، وهو يعني نوع من أنواع الفنون الغير منتشرة أو غير مسلط عليه الضوء بشكل كبير في السعودية وفي الخليج بصفة عامة، ليه الراب وليه عربي وإنجليزي؟ شوفي، هو يتهيألك انه هو مو مسلط عليها الضوء بشكل كبير، ولكن الان فعليا بيتغير الوضع بشكل مره كبير. الراب الان شيء جدا جدا مرغوب عندنا بالذات في السعوديه. لو تيجي تشوف الناس ايش بيسمعوا يوميا، ايش بيشغلوا في سياراتهم، ايش بيسمعوا هم في النادي وهم في العمل، بيسمعوا الراب وهيب هوب. وبما انه هذا الشيء بيحصل بشكل اكبر واكبر، فصار السوق متاح له. يمكن انت عشان وسط المجال بتسمع الراب وهيب هوب كثير، بس تحس انه انت في المجتمع اللي انت فيه يعني بيسمعوا الراب، بالذات الراب العربي. يعني انا اقول لك مثلا باغنيه مواطن سعودي، انا كثير من وراء العمل هذا جو قالوا لي احنا قبل كذا ما كنا نسمع راب وهيب هوب، بس بسبب الاغنيه هذه حببتنا فيها. وهذا الشيء انا صراحه انبسطت منه، لانه في النهايه الراب انت لو تفكر فيها، احنا كاصولنا ايش كنا بنلقي، ايش كنا بنسمع؟ شعر. والشعر هو فعليا زي الراب، اللهم في ايقاع، بس انت لو تفكر فيها نفس النغمية ونفس نفس الوزنيات للجمل للأبيات. صحيح. بنفس الطريقة، بس انه اللهم بتنقال بطريقة شوية مختلفة. فهي هذه الأشياء أصلا فينا من زمان، وإحنا نحبها من زمان، اللهم بنعرف الناس عليها بشكل. طيب زمان ما كانش فيه دمج ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. صح. يمكن بعض الناس بينتقدوك إنه أنت بتغني باللغة الإنجليزية، وبيقول لك ممكن يكون في ضعف في اللغة العربية بما إنه عشت فترة في أمريكا. صح. وممكن أنت من وجهة نظرك يكون بيحقق انتشار أكبر، أنت مع أي وحدة؟ أنا مع هدف إنه أنت تبي توصل رسالتك لأكبر عدد من الناس ممكنة. مثلا بأغنية مواطن سعودي، أنا إيش كان هدفي؟ هدفي لما كتبت الأغنية أبغى أوصل رسالة. والأغنية هذه فيها رسالتين، رسالة داخلية ورسالة خارجية. الرسالة الداخلية إنه أنا بأشكر الشعب وبأشكر الدولة على كل الأمور اللي إحنا بنتحرك فيها، إحنا بنتغير، ما صرنا زي زمان، فبقول لهم شكرا لكم على كل الجهد، لكل امرأة ورجل وشاب وشابة ساهموا في تطوير البلد. ردود الأفعال على الأغنية كانت إيه؟ جدا الحمد لله كانت جميلة، لأنه كل اللي فيها شكر وفرح وتحفيز على انه احنا نكمل بشكل احسن. الهدف الثاني من الاغنيه خارجي، انه انا بخاطب العالم الخارجي، بقول لهم ترى احنا السعوديه بنتغير، احنا ما صرنا زي اول، احنا ترى بنتطور ونتحرك، بس نقطه مره مهمه، احنا بنتحرك باسلوبنا، بمبادئنا، بقيمنا، بطرقنا، ما بنتغير عشانكم، بنتغير عشان احنا شايفين انه احنا هذا وقت احنا الان نتغير. طيب ملهم، بما اننا بنتكلم على الاغنيه، الاغنيه حققت نجاح كبير وكانت اطلقتها في يوم الوطني اتوقع، صح؟ قبلها بيومين. قبلها بيوم. طيب نبغى نسمع جزء منها الان. كان لازم نشربك يا سون استوديو مع طالما انت معنا. حاضر عيوني. نسعى نحقق حلمنا مهما كان الثمن. Yeah.
Vision 2030, my country is building up. All my people making history, we're never giving up. We're full of hope and ambition, every morning we rise. Bringing change and we see it right in front of our eyes. Movie theaters are up now, women can drive. We do it at our own pace, move at our own time. And it's time we show the world how we do it up in Saudi, where the sun shines all day, never cloudy. Never doubt me, I'm setting the truth. This country's future lies on the shoulders of youth. هذه رسالة خاصة لجيلنا المثابر بلادنا في أيدينا نبني فيها فلنعاصر لا تسأل ماذا بلدك ستعطيك اسأل ماذا أعطيت وكيف تعطي من مزيد فيد ستستفيد أحمد ربك المجيد بلادنا بخير يجعل كل يوم عيد يعطيك العافية شكرا يعطيك العافية ما أدري ملهم أنا حابة أسألك يعني الراب بما أنك مؤدي تكتب الراب أنت بتكتب كلمات الأغاني وأنت بتلحنها وأنت بتأديها أكيد هل هذا النوع من الفن يحتاج صوت حلو ولا يحتاج بس أنه أنت طريقة للإلقاء تعرف تلقي وتأدي الراب كويس ولا الصوت مهم بس أهم حاجة الأسلوب أنت لما يعني بتخ يعني صوتك حلو لما تغني شيء غير الراب ممكن بس حلقة ثانية أهم حاجة الأسلوب ف يعني أنت لما بتقترح موضوع وتتكلم فيه كأنك تتكلم كذا يعني بيني وبينك اللهم في وزنية وفي نغمية وفي أمور ثانية فوقها لا أكثر ولا أقل طيب كل مغني راب عنده رسالة بيقدمها عنده موضوع أو قضية بيطرحها من خلال أغانيه أنت رسالتك إيه؟ شوف هي عدة رسائل بس أهم واحدة أنا بالنسبة لي وتكلمت فيها في أكثر من مرة اللي هي أنه أنا أشوف أنه كل واحد وبالذات أنا يعني طبقها على نفسي وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى أي حد أنا أقدر أنه أنا أوصل له الرسالة هذه أنه يعيش حياته بطريقة أنه هو لما يوصل عمره 90 سنة ما يرجع يطول على حياته ويلعب شريط حياته ويندم على الأشياء اللي هي اللي هو سواها أو هي سوتها فبالتالي إيش يتطلب الشيء هذا يتطلب إنه أنت اليوم وبكرة وبعده في كل لحظة أنت تعيشها إنه أنت تعيش بطريقة تكون متجانسة مع تفكيرك وأنت الطريقة اللي أنت بتمشي عليه يعني لا تخلي أحد يتدخل في أمورك بحيث إنه أنت إيش الطريقة اللي بتمشي عليه إيش الأشياء اللي بتسويها عندك ريسك تبى تاخده روح جازب جرب أعمل سوي لأنه لما توصل عمرك 90 سنة ترجع تطول على حياتك وتندم ما حتستفيد شيء فأنت عيش حياتك بالطريقة اللي أنت تبغاها وهذه يعني نقطة أنا ما أقدر إن أنا أضغط عليها أكثر من كذا زيادة. ملهم على السريع لأنه انتهى وقتنا مشاريعك القادمة بما أنك أنت أصبحت واحد من الناس اللي بيقدموا أو عرفوا الناس على هذا الفن. بإذن الله في عمل قادم اسمه حياتين هتكلم فيه عن حياتي ما بين الأغاني وما بين أعمالي كمستشار إداري والموازنة ما بين الاثنين. حلو. الحياتين بنقائض مختلفة. بالضبط. طيب جميل فكرة حلوة. شكرا ملهم مغني راب سعودي كان معنا في الاستوديو وبنتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا يا ملهم. يو يو خلصنا. يو يو ما. طيب. طيب وصلنا إلى الختام مشاهدينا نشكركم على المتابعة نراكم غدا بإذن الله إلى اللقاء. كونوا بخير. بطريقة ملهم. Shoot off onto my vision Combination of my strategy My natural intuition Look around town I'm the most underrated Consultant Forbes writer And I'm Georgia graduated Middle Eastern in general Jadawi in specifics Come across my territory Look at how we living Cause Ben Hadi Udi And I'm Walton Saudi I'm the first in the world